خلف هذه الدروب الوعرة توجد قرية حارة باتيس، إحدى قرى مديرية بروم مافع الواقعة في أقصى الجنوب الغربي لمحافظة حضرموت. في هذه المنطقة وبين هذه المباني الطينية يعيش السكان أوضاعا معيشية صعبة، ويعتمدون بشكل كبير على تربية المواشي وقليل من الزراعة، ففرص الحصول على العمل هنا محدودة للغاية. صالح مبارك شاب في مقتبل العمر وأب لطفلي، لم يحظى كغالبية أقرانه من أبناء القرية على فرصة استكمال تعليمه والحصول على وظيفة، ما دفعه إلى العمل في جمع الحطب وبيعه بعشرات الريالات لتوفير ولو جزء بسيط من احتياجات أسرته. نحن نعيش حياة يعني صعبة قليل، ولهنا في قرى ضعيفة يعني قلة الشغل، مادة ما فيش، ناس يعني بدون رواتب بدون أي حاجة، ويمكننا يعني لازم نبيع الحطب عشان نعيش الأهل والجيران يعني بقادة الأسرة. الأوضاع الخدمية هنا لم يطرأ عليها أي تغير يذكر منذ عقود، فلا كهرباء ولا مشاريع مياه ولا حتى شبكة اتصالات. أنا في قرية باتيس يعني منطقة نائية يعني، والمياه مقطوعة بسبب السيول والكهرباء مقطوعة، لا توجد أي خدمات. غياب التيار الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة مثل إحدى صور معاناة سكان هذه القرية، ما دفع بمؤسسة صنائع المعروف الخيرية إلى إطلاق مبادرة برد صيفهم، وهي حملة إنسانية تهدف إلى التخفيف من وطأة هذه المعاناة عبر توزيع قوالب الثلج وتوفير مياه الشرب الباردة للسكان خلال أيام شهر رمضان المبارك. حملة برد صيفهم في المناطق الريفية التي لا توجد فيها مياه فيها كهرباء، نحاول إن شاء الله مع درجة الحرارة هذا الأيام في المناطق، فاستهدفناها وشوفوا حالة هذول الناس الآن فرحهم كيف بهذه المادة. مع حملة الماء أيضا حملة وجبة إفطار يوميا، هذا يعني معدل 950 نفر يوميا نوزع لهم وجبة غذائية. ولا تقتصر المبادرة على هذه المنطقة، بل تشمل العديد من المناطق الريفية المختلفة التي تتوحد فيها ذات صور المعاناة. بعيدا عن أي خدمات تذكر، يعيش أبناء منطقة باتيس أوضاعا معيشية صعبة، وفي ظل غياب أي رعاية حكومية يعتمد الأهالي هنا على ما تقدمه لهم المؤسسات والمنظمات الخيرية من مساعدات، لكن هذه الأخيرة لا تتوفر دائما. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، مديرية بروم مافع.